كيفاش تحرقت؟ الماء. الماء كنت تلعب ولا كيفاش باش صارت لك؟ كنت نلعب برا دخلت الكوزينة بعد طحت في الماء. طحت في الماء. على الرغم من الإحصائيات المرعبة والنداءات المتكررة، إلا أن أرقام الأطفال المصابين بالحروق في تصاعد مستمر، خاصة في شهر رمضان. في العام نوصل 11,000 محروق في العام. دجا باش نعطيكم الإحصائيات هذه بالجملة، في رمضان يزيدوا أكثر، وهنا دجا في 8 أيام الأولانين هذو وصلنا 140 حريق اللي جوا عندنا، وبيناتهم 11 اللي دخلناهم للمستشفى. كي ندخلوهم المستشفى صافي ديال الحاله تاعهم صعيبه يقدروا يتوفوا. وفي حال الاصابه بحريق وجب التقيد بالاجراءات المطلوبه وتفادي ما قد يزيد الامر تعقيدا. كي تحرق واحد لازم ديروا تحت الماء، تحت الماء. دونك كان واحد لا راجل سهله باش واحد يتفكرها، 3 × 15 واش معناتها؟ لازم الماء هذاك ما يكونش سخون، ما يكونش بارد بزاف، يكون درجه 15 درجه، والحريق هذاك اللي تحرق الروبيني هذاك لازم يكون على 15 سنتيمتر، ما يكونش قريب ما يكونش بعيد بزاف، مده 15 دقيقه. ما ديروش دونتيفريس، كان يديروا طوماطيش، كل واحد واش يدير. لازم الى عندك تولقرا هذوك تاع المحروقين ديروه تغطيوه وتديوه للسبيطار، الى ما عندكش تاخذ قماش نقي بروبر تغطيه وتديه للسبيطار. غفلة الأولياء أو تهاونهم لدقيقة قد يكلف الطفل رحلة علاج طويلة إن لم تودي بحياته. فالأسرة هنا بمستشفى كلودين وبيير شولي بالعاصمة ممتلئة، ورسالتهم لا تخرج عن مطلب الحيطة واليقظة. صارت في الدار في الكوزينة تحت الكاسرونة تاع لي بات في 2017، درنا قريفة هنا في باستور، وعودنا الأخرى في 2022، وعودنا الأخرى اليوم 2023. الشغل تتكمش ونديرو الاستيتيك هنا. لازم يحذروا، لازم ياخذوا كل احتياطات تاعهم. الحرق بزاف واعر. صح كان اللي يجربوا على بالو واش فيه. قلة النوم وتأثير الصوم والتزامات المطبخ وغيرها عوامل تفقد تركيز الأولياء، لكن وجب قبل كل شيء توفير ظروف الوقاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال.